الاولاني زي ما احنا اتفقنا كانت عندنا القطعه هاي عمل عمليه كونكتور بتوين تو موتورز، صح؟ بين الموتورين الاثنين. فبالتالي لما كنت تعمل فورورد او باكورد، فبالتالي الروبوت التيرين كانوا الاثنين بيتحركوا مع بعض، صح؟ فانا عملنا ايه انا ومصطفى؟ شلينا الجزء ده، صح؟ اصبح الوقت كل تاير فري مرتبط بموتور اللي هو بي وسي. حمد لو سمحت بالتطبيق اللي عندك شغل لي بس الموتور بي كده، دوس على بي، شوف بي، لا انت مشغل بي وسي، غير عندك هتلاقي ايه وبي شغال. ايوه واحد بس اللي شغال الحين، ايوه شو تلاحظ موتور واحد اللي شغال، دوس عليها تاني، ممتاز. انقل بقى عندك غير الموتور بي وايه بي ودي، يكون في بي بس ما يكونش في سي او سي بس، شغال. لا كده انت مشغل بي وسي مع بعض، خلي لي يا اما سي لحاله او بي لحاله. ايوه شوف ممتاز، بارك الله فيك. يبقى انت كده خلاص. طيب الحين في الحاله هاي اقدر اعمل عمليه كنترول في الدايركشن بتاع الروبوت بسهوله، اقدر احركه يمين يسار حسب ما الشاب المحترم ده كان بيقول ايه، بيقول لي هو انت ما هو كده رايح قدام وراجع ورا ما اقدرش اتحكم فيه. الحين تقدر تتحكم فيه يمين وشمال، تقدر تجرب بقى بالتطبيق دلوقتي. قوم امسك، ايوه يلا. طبعا انا عايز اعلمك شغله مهمه جدا هنا، لاحظ هنا عندك الاي والبي والسي، ده دي ده اتجاه المواتير، شوف بي وسي كده المواتير، صح؟ شوف كده يتحرك الاثنين قدام ورا كده، شوف. فانت لازم تاخد بالك مين بيحرك ده، يمين ويسار يتحكم لك في موتور واحد بس، شوف. فاهم عليا؟ يلا اتحرك بقى كده قدام انت، خليه هو يجرب. عادي عادي عادي، خليه يجرب هو، يلا. لا غير اتجاه، لا ايوه حاول تخرجه بره الصف، ايوه ممتاز. ها حلو، ايوه غير الحركه، ممتاز. اطلع قدام بقى، رد ورا.